رشا الزكام والرشا هي من اكثر الحالات اللي عم نشوفها ضمن فصل الشتاء. رافقتنا بشتويتنا بتلاقيها خصوصا الاطفال وموسم المدارس، يعني الطفل بيكون سليم وعافى بيروح بيرجع مقرب. انعدت كمان حدا من العيله بتلاقي كل العيله بيعدي العيله وبينعدم رفقاته. والطقس قديش له علاقه، مناعه الجسم قد ايه علاقه بهي القصه، يعني تبدل درجات الحراره. لكن يعني نحن بنقول الزكام هو من الامراض الشتويه الاعتياديه، ولكن في خطوره بتصير بهذا الموضوع لما نصير نحن ناخذ مضادات الحيويه وادويه الرشح بشكل صحيح. عشوائي بدون استشاره بدون الالتزام بالمده الزمنيه الصحيحه لاخذ العلاج. كل هاي التفاصيل اليوم رح نحكيها مع الصيدلانيه رشا الموسى. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي رشا. صباح الخير. صباح الاخباريه السوريه. كيفك؟ عم تتابعونا؟ تمام. اهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن عارض صحي او حاله ممكن بترافق خلينا نقول الكل بيمرق فيها كان بالشتاء او بالصيف، ولكن مثل ما قلنا بالشتاء بيكون اكثر يعني بسبب تبدل درجات الحراره، تغيير من طقس بارد لطقس حامي العدوى. خلينا نعرف طبيا اليوم شو يعني الزكام او الرشح. صح، هلا الزكام او الرشح هو مرض فيروسي مثل ما قلتي بينتشر بدرجات الحراره المنخفضه اكثر، يعني بالخريف او بالشتاء. بتسببه عده فيروسات مو فيروس واحد او اثنين، لهيك نحن عندنا حتى لقاح سنوي، لانه كل سنه نحن عندنا بيتغير شكل الفيروس وبيتطور اكثر واكثر. حتى مثلا الاشخاص اللي عم ياخذوا مضادات التهاب فهذا كثير غلط. نحن عندنا المضادات الحيويه هي جرثوميه، بينما الزكام او الجريب هو غير، يعني اسم زكام شيء والجريب شيء، هلا حفرق بيناتهم. نحن هون مرض فيروسي، فلما هون الشخص عم ياخذ مضاد التهاب مضاد حيوي هو هداك بكتيري، فنحن ما عم نستفيد. مثل واحد ايده مكسوره عم يعمل زبشين لرجله، فانه ما خص يعني انه هون شيء وهون شيء ثاني. صحيح. هلا هو مثل ما قلت لك بيصيب اكثر شيء منتشر كثير، بيصيب كل الاعمار، بس اكثر شيء بيصيب الاطفال والرضع دون الخمسه من عمره، يعني هدول دائما بيكونوا اكثر عرضه، دائما مقربين بالشتاء. كمان هو بيصيب الانف والحلق، بينتشر عن طريق بيدخل على جسمنا عن طريق اما الفم او الانف او العين. بتكون ايدنا مثلا ملوثه بالفيروس باي طريقه كانت، ونحن مثلا لامسنا هي الاسطح هون عنا بيدخل الفيروس للجسم. طيب قلتي حتفرقي بين الزكام اللي هو الرشح بالمصطلح العامي وبين الجريب، خلينا نقول شو الفرق بيناتهم. تماما. من حيث الاعراض، من حيث مناطق الاصابه، كل هاي التفاصيل. تماما. هلا اول شيء هو مده الحضانه نفس الشيء من يوم لثلاث ايام بيناتهم، بس الفرق بين الجريب والرشح نحن عنا الجريب دائما بيكون هلا اول شيء العامل المسبب غيره، الجريب نحن عامله المسبب هو الانفلونزا، اما انفلونزا او ب، بينما الرشح العادي فيه له عده انواع فيروس. الرشح العادي بيجي اخف اعراض من الجريب. الجريب مثلا بيكون عندنا درجات الحراره مرتفعه اكثر من 38. صح. بالرشح 37 ونص، يعني قليل ما توصل ل 38. التعب العام عندنا بيكون بالجريب اكثر. في عندنا كثير يعني اعراض، مثلا العضلات، وهن بالجسم. تمام، وهن الجسم. العضلات عندنا بالجريب بتكون اكثر. الشهيه مثلا عنا بتنخفض بالقريب، ما في احيانا تنخفضي نروي بالقريب بتنخفضي. هلا بالرشح ما بتتاثر، لهيك في عالم بيقولوا لك انه مثلا انا ما تاثرت شهيتي، واحد بيقول لك لا والله انه انا ما عم تجي نفسي على الاكل، هذا قريب هذا لا هذا رشح زكام عادي. فهون في اختلاف بالاعراض، التعب مثل ما قلت لك، يعني في انه كذا عرض، السعال مشترك، احتقان الانف مشترك، سيلان الانف. طيب مشترك. فقدان حاسه الشم والتذوق هي بالزكام هي دائما بتمرق بظن ليوم تمام، هي بتكون يوم يوم ونص، اما اذا استمرت هون صرنا بكورونا. كورونا. هي يعني مميزه اكثر شوي لكورونا. بس بتصيب بالجريب بس مثل ما قلتي ليوم نص يوم. طيب رشا ذكرتي نقطه انه اليوم السعال هي حاله مشتركه بين الجريب والرشح، ولكن اذا تطورت حاله السعال بصير عندنا هون شيء التهابي بينزل على الجهاز التنفسي. صحيح. عنا بنروح من بنكون برشح بنصير بالتهاب قصبات وربو، وخاصه الاطفال بعمر صغير. طيب نحن قبل ما نوصل لهي الحاله شو هي ممكن الادويه اللي ممكن ناخذها تخفف موضوع الرشح وما تودي لاعراض ثانيه مثل التهابات القصبات او الربو؟ تمام. هلا اول شغله انه نحن اذا صابته الرشح الطفل الصغير نحن هون حكما حناخذه عند الدكتور. صحيح. مو مثل الكبار، يعني الطفل ممكن يكون معه مرض مخفي، مرض شيء، فهون الطبيب هو اللي بيفحص عنه. اما الكبار في عنا معالجه منزليه اللي هي عاديه كلياتنا بنعملها، وفي عنا معالجه دوائيه. هلا المعالجه المنزليه هي بتعرفي بنكتر اشرب سوائل، زهورات، بنمضمض ومي وملح مشان نروح كل شيء بلغم علقان بالحلق. بناخذ يعني قسط كافي من النوم، بنرتاح، بنلعب تمارين رياضيه، هي بتخفف لنا اعراض القريب.
اما المعالجه الدوائيه هي انه بناخذ مضادات هيستامين اللي هي مضادات الحساسيه مشان نخفف سيلان الانف، حتى اذا كان عندنا حكه هي بتخفف لنا اياها، الباراسيتامول او الايبوبروفين مسكنات الام وخافضات حراره. هي معالجه يعني شائعه عند الكبار، يعني لحالنا نحن ما بنكون مضطرين انه نروح عند دكتور، نحن بناخذ انه مسكنات الام ومضادات حساسيه بالاضافه لشرابات السائله الموجوده بالصيدليات. اما مضادات حيويه ما بناخذ ابدا. ليه؟ لانه هون مرض فيروسي، بينما مضادات الحيويه هي مثل ما قلت لك بكتيري او جرثومي نحن ما عم نعالجها. هلا في دكاتره مثلا بتقول لك انه انا وصف لك حب التهاب، هون بيكون مثل ما قلتي انه صار عندنا مضاعفات، صار عندنا التهاب مثلا التهاب جيوب التهاب كذا، هون وقت يصير عندنا مضاعفات والتهاب هون بنلجأ طبعا حسب الطبيب وقت يقول لنا انه خذوا حب التهاب. يمكن هون الخطأ الشائع اللي عم بيصير رشا، يعني اي اعراض كون الاعراض نوعا ما هي متشابهه، فبتلاقي بلش مثلا بلشت الاعراض عنده حس حاله شوي محموم او تعبان فبتلاقي فورا اخذ ادويه. هي الحاله اليوم قديش صحيحه؟ نحن مثلا في اشخاص بيقول لك لا استنى لتطلع الاعراض عليك شوي بعدين خذ ادويه، يعني خلي الجسم يعمل مناعه ذاتيه نوعا ما. صح، لان احنا مو اول ما دغري انه حسينا بالتعب ناخذ ادويه، لانه الجسم بشكل عام بيعتاد. يعني الادويه مثل ما بيقولوا سلاح ذو حدين، كمان ما بصير انك ناخذها بكثره. فلا هلا اول يوم هذا اذا مثل ما قلتي تدريجيا هون بيكون عندنا رشح، بينما الجريب فورا حيتعب. هلا فورا لما حيتعب لا بيلجا للادويه اكيد، اما اذا يوم يومين لانه هي اصلا فتره المرض بتكون 4-5 ايام لحالها حتروح. فنحن هون نهتم بالفيتامينات بس بنعالج نحن حتى بالجريب، نحن عم نعالج الاعراض ما بنعالج المرض بحد ذاته. يعني نحن مثلا عندنا حراره عم نخفض الحراره، عندنا تعب عم ناخذ مسكن الم هيك. طيب هي بيقولوا يعني دائما من زمان بيقولوا بدها تاخذ وقتها، يعني اخذتي الادويه ممكن تخففي شوي بس هي بدها وقتها، كان الرشح او الجريب لحتى بيحتضنه الجسم بده 4-5 ايام ليطلع من الجسم. ولكن في نقطه رشا انه نحن كل ما قلنا اخ فورا على الصيدليه، يعني بنوصف الحاله للطبيب الموجود بالصيدليه وعم ناخذ هالادويه، احيانا بتكون السعله جافه واحيانا بتكون غير جافه، يعني هدول الاختلاطات بالتفريق مثلا بالسعله ممكن يصير تخرج اذا كانت الوصفه غير دقيقه. هل انت مع اليوم انه اي حدا فينا يروح للصيدليه من دون وصفه طبيه؟ هلا مثل ما قلت لك اذا كان المريض هو طفل فانا لا ضد، يعني انا اذا بيجيني اي طفل على الصيدليه وبتقلي مثلا امه الاعراض كذا كذا بقول لا هذا حكما بده يروح عند دكتور، ممكن يكون مريض ربو، ممكن يكون عنده التهابات جيوب، ممكن يكون عنده ذات رئه، ممكن كثير امراض نحن بنفكرها قريب. فهون اكبر غلط انه الطفل يروح عند استشاره، لا بده فحص كامل. بينما الكبير اللي جسمه متعود وبيعرف انه كل سنه انا بقرب وانا جسمي مثلا مناعته ضعيفه، المناعه لها دور كثير كبير. انه مثلا اذا كان الواحد مناعته ضعيفه فهو كل كم يوم بتلاقيه عم يرشح او عم يقرب. فهلا لا الكبار عادي، انا مع انه مثلا يجي على الصيدليه ونحن بنعالج الاعراض فقط، لانه مثلا نحن عم نعطي ادويه كثير امنه مثل الباراسيتامول او مضادات الحساسيه. بدي ارجع للنقطة اللي ذكرتيها ببداية حديثك لما كنت عم تحكي عن موضوع اللقاحات، لقاح الجريب او الابرة نحن هيك بنسميها، هي يعني هي الابرة هي ينصح فيها انه مع بداية كل فصل شتاء الكل يروح ياخذها، شو ممكن تعمل بالجسم؟ هل هي آمنة إلى مدار؟ خلينا كمان نرجع ننوه. تمام، هلا الابرة هي كثير آمنة وما إلى أي أضرار، بتتاخذ بداية كل سنة مثل ما قلت لك لأنه الفيروس بيكون عم يتطور ويتغير شكله على الجسم. يعني لما عم يجي السنة الجاية عم ياخذ الجسم الفيروس عم يشوفه بغير شكل، فعم يعتبره انه فيروس جديد وعم يرجع يمرض فيه. فلا هو كثير امن ولازم يتاخذ. هلا هو ما بيمنعني نهائيا عن الجريب او الرشح بس بيجي خفيف. بشكل كثير خفيف، يعني ما بيحس الواحد لا بتعب لا بصداع لا مثلا بالام بالعضلات لا بخمول لا باعتلال عام، لا كلياتها هي بخففها، بحس بس انه هيك يا دوب انفصال اليوم وخلص. كل الاعمار يعني الاطفال كمان طبعا من عمر 6 شهور، طبعا هلا من عمر 6 شهور لل8 سنين بيتاخذ على جرعتين. اول جرعه بياخذها وبعد شهر بياخذ الجرعه الثانيه، فوق ال8 سنين جرعه واحده بس. هي عيار واحد عم تجي بس عم تمتر سيئه بحاله الاطفال، بتكون عم تتجزا بحاله الاطفال، اما بالكبار نفس الشيء. طيب رشا دائما نحن بنقول الوقايه خير من العلاج، وذكرتي نقطه انه الطفل فورا باعراض رشح ناخده على الطبيب، ولكن برجعوا بقولوا لك انه ما تعودي طفلك انه كل ما شفتي اي عارض تركضي فيه على الدكتور، لا تعودي على الادويه، حتى احيانا الطبيب بينصحك انه ما تكتري له ادويه، اتركي جسمه يشكل مناعه يعني، فنحن ممكن نروح للنمط الغذائي يعني هو اللي هو ممكن يخفف او يساعد انه يقطع مرحله الزكام من دون ادويه. فشو هي اهم العناصر الغذائيه اللي نحن بحاجتها قبل واثناء؟
هلا اثناء المرض اهم شيء الشربات والمشروبات الساخنه، لانه في كثير يعني احيانا لما الواحد يجرب يصير عنده اسهال واقياء، فنحن هون بنعوض السوائل، حتى سيلان الانف، حتى كل شيء، حتى نحن لما نشرب مشروبات ساخنه بينزل الفيروس على المعده وبينقتل بحمض المعده. فهي اثناء المعالجه كثير منيحه. هلا قبل المعالجه نحن بدنا نكثر مثلا اي مثلا فيتامينات سي، سلطات، خضروات، وبشكل عام بناخذ اقراص فيتامين سي او بناخذه من الخضره، يعني دائما نكون مهتمين باكلنا بشكل جيد. طيب كثير ادويه بيبطل مفعوله بالجسم نتيجه الاستخدام الخاطئ او حتى يمكن ما ترافقت بعناصر غذائيه معينه، بالنسبه لادويه الرشح والمضادات الحيويه شو الصحيح اليوم؟ يعني كيف انا ممكن يعني اتبع عادات معينه بتخليني استفاد من هي الادويه لاقصى درجه ممكنه؟ تمام. هلا ادويه الرشح بشكل عام عم تتاخذ فقط، يعني اي حدا بياخذ ادويه الرشح بس لما يكون مرشح، بس الاخطاء اللي عم تكون هي عند المضادات الحيويه، انه نحن شو ما صار معنا بتلاقي ظرف حبل التهاب دائما بشنطايته وعم ياخذ، هون نحن عم يضرنا ما عم ينفعنا، نحن اول شيء عم نقتل الجراثيم الصحيه الموجوده بمعدتنا، فهذا اكبر غلط انه نحن عم نضل ناخذه. يعني وقت يصير بدنا نحن نتعالج عن جد او صابنا اي جرثومه اخذنا هذا الدواء ما عاد نستفيد، لانه جسمنا تعود عليه، بصير بحاجه لجرعه اكبر يمكن، حتى لو العيار اقوى. هلا اكيد بصير بده اكيد عيار اقوى، بس حتى مع العيار الاقوى ما بيكون مثل شخص ما بياخذ هذا المضاد الحيوي باستمرار. يعني كل ما اخذه باستمرار كل ما هو عم يضر حاله. طيب ذكرتي هي، خلينا نقول سلبيه من سلبيات مضادات الالتهاب اليوم، انه نحن نتعود على شيء وممكن ناخده بوقت ما لازم ناخده فيه. خلينا نحكي اكثر عن سلبيات مضادات الالتهاب. ممكن المناعه كثير لها دور، ممكن بخفض المناعه. تمام، بخفض المناعه لانه هو عم يقتل لنا الجراثيم النافعه مثل ما بيقولوا. هو عم يقتل الجراثيم فهو طبيعي يعني، بس نحن مثل ما بيقولوا الحمايه تبعنا راحت، فنحن حنصير نمرض باي مرض كان عابر. يعني مثلا ممكن قريب يقتلنا، ممكن يعني هلا اللي عنده نقص مناعه باي، بتعرفي مثلا مرضى الايدز او اللي عاملين زراعه اعضاء، اذا اجتهم قريب بيموتوا بسبب قله المناعه. تماما، فنحن مالنا ابدا ماله مضطر يعني يضل عم ياخذ ياخذ ياخذ، ومثل ما قلتي جسمه بيتعود وبصير وقت هو عن جد بحاجه هذا الدواء ما بيستفيد منه. طب خلينا نحكي عن الحوامل اليوم، قديش بيقدروا ياخذوا ادويه الزكام او حتى مضادات حيوية؟ هلا هي آمنة بشكل عام، تصنيفها الحملي بي، وفي منها بكافة اشهر الحمل، يعني ما في اي مشكلة. ما في اي مشكلة، بس اكيد يعني هي لازم تراجع الطبيب تبعها، حتى اللقاح آمن للحوامل. بس بيقولوا دائما انه بفترة الحمل يعني الدكتور بينصح انه لا، روحي للسوائل بالاشهر الاولى، يعني لا تروحي لمضادات الالتهاب او الادويه الرشح اللي ممكن تاثر على الجنين. فمشوف الحامل دائما بتروح للفيتامين سي، بتروح للزهورات، قد ايه اليوم هدول القصص لهم مفعول يعني بهي القصه؟ هلا انا يعني حتى الاشخاص العاديين اللي غير حوامل بنصحهم دائما بالمعالجه المنزليه مثل ما قلتي، يعني بس هي قبل يمكن قبل ما توقع القصه يعني يصير رشح حقيقي يعني. هلا حتى لما بيكون انه كمان بتخفف، ايه بتخفف، بس اذا كثير اضطر لا بياخذ ادويه. بس انا مع دائما المعالجه المنزليه، يعني انا دائما بقول لهم صح اني صيدلانيه ولازم بيع ادويه، بس لا انا دائما بقول لهم انه ما بيصير، خلوا الدواء لاخر ما، يعني حتى لما ما تستفيدوا على اي شيء منزلي هون بنلجأ للدواء. في هلا حوامل اكيد هيك بتتحمل الوجع، بتلاقيها دغري تعبت وفرض جسمها فبتروح لا هذا بيروح بياخذ ادويه، هون الادويه انخلقت لإلك. طيب خلينا هيك نرجع نذكر بالمده الزمنيه اليوم لاستخدام الادويه بالنسبه للكبار وحتى الصغار، بالنسبه لموضوع الزكام او حتى الالتهابات المقصود فيه المضادات الحيويه والجرعات، يعني كونه ما عم يكون في احيانا وصفه طبيه فنحن بنروح لعند الصيدلي بناخذهم. كمان خلينا نضوي على هي النقطه. تماما، هلا الجرعات كلياتها موحده بشكل عام كادويه رشح، كباراسيتامول 500 اكثر شيء، يعني بناخذ ما لنا بحاجه الف او اي جرعات عاليه لانه هو عم يكون كثير خفيف. والمعالجه طبعا يعني لمده اسبوع، هلا هو صح 4-5 ايام بيخلص المرض، بس لا نحن لازم نكفي الاسبوع ودائما نلتزم مع يعني بالطبيب، مثلا بيقول لنا انه لمده اسبوع خلص لمده اسبوع، مو بس حس حاله تحسن بعد 5 ايام انه نوقف الدواء، لا هذا غلط. يوميا الجرعه حبه فقط ولا ثلاث مرات؟ لا حبتين، حبتين لمده 3 مرات باليوم. عم نحكي هون مضاد التهاب مرتين؟
لا عم نحكي عن ادويه الرشح أدوية مثل فينيلفرين وهدول الادويه مع الباراسيتامول والكافيين بيجوا بظرف واحد بناخذهم حبتين حبتين لمده 3 مرات. ما نحن هي النقطه بناخذ حبتين ناخذ 3 حبات شوف حالنا شوي تحسننا بنترك بنترك الدواء بترجع الفيروس بيرجع من اول وجديد بيقوى بيرجع لجسمنا. تمام. طيب رشا خلينا نحكي اليوم ما بصير انتكاس انت بصير صحيح يعني وخاصه عند الاطفال يعني كثير مهم اليوم ان كان مضاد حيوي او كان اي دواء عادي انه نحن نكفي الكورس كامل يعني بقول لك انه انا اليوم خلص صرت منيح وقفت الدواء ما بدي جسمي يتعود على الدواء هو بيكون عم ينتقل من حالي لحالي. خلينا هيك بنهايه لقائنا اليوم نحكي نصائح طبيه وقائيه اليوم نحن كيف قادرين نتجنب هي العدوى خاصه بهذا الوضع خاصه بارتفاع الهائل لاسعار الادويه يعني اليوم صح. خلينا على الوقايه افضل وارخص. صح هلا الوقايه اول شيء اكيد نتجنب المخالطه خلطة الأشخاص المصابين، بنتجنب الأماكن المزدحمة كلياتها يعني بتكون مثلا ما بنعرف مين فيهم المصاب، دائما بنمارس التمارين الرياضية، بناخذ نوم كافي، فترات كافية من النوم، راحة الجسم ما بتخلينا نقرب، بتقوي المناعة ودائما نضل عم ناخذ فيتامينات بشكل مستمر، مو بس نمرض نحن نتذكر إنه بدنا ناخذ هلا الفيتامين ما رح نستفيد، أما لما ناخذه بشكل كامل مستمر يعني بتكون مناعتنا قوية وبنخفف من أي مرض. والله يشفي الجميع يا رب. آمين يا رب. دائما مثل ما قلنا هي النصائح الوقائية هي يمكن بتفادينا كثير أمور صحيح. ويمكن في من زمن الكورونا كان في عنا عادات صحية حلوة هيك أخذناها مثلا عدم مخالطة المريض مثل ما ذكرتي حالة هي الحالة الاجتماعية التبويس كمان إنه حدا مريض مثل ما قلتي بفترة احتضان يعني 3 أيام أو يومين ممكن ما يكون مبين عليه. عادة التبويس إن كان مريض ولا غير مريض يعني حرام ما بيصير لشوي لحدة. مثل ما قلتي غسيل الإيدين لمدة 20 ثانية حتى الكحول يعني مو بس إنه لأنه كورونا لا حتى بالقريب لازم يكون واحد معه علبة كحول بيعزل أدواته الشخصية يعني صحيح. مثلا فرشته كاسته معلقته منشفه البشكير اي ادواته دائما تكون خاصه فيه مشان ما يعدي البقايا. نصائح ومعلومات هي عامه ودائما نحن بنقصنا الالتزام بقصص دائما مستعجلين دائما بدنا نطلع او بنلتزم يوم وبعدين يوم ثاني يوم بتغير البرنامج كله. رشا شكرا لحضورك اليوم وبدنا نتمنى الصحه والسلامه لكل مشاهدينا بصباحنا غير لليوم. يا ميت اهلا وسهلا تشرفت فيكم بالاخباريه السوريه. شكرا كثير لك رشا ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها لليوم.